محمد الحجري يقول: ما الفرق بين من نزوى ومن مسكت، وما أثر هذا الفرق في الأحكام الشرعية المتعلقة بها؟ هي الأصل أن هذه ليست مسألة فقهية أو مسألة شرعية، هذه في الأوزان. نعم. يعني تصور لو أن أحدا توجه إلينا بالسؤال عن معنى الرطل، نعم، أو عن معنى الكيلو جرام، أو عن معنى الكيلو متر. نعم. لكن مع ذلك أظن أن سبب السؤال، يعني قد يكون سبب السؤال كثرة ورود هذه المصطلحات في كتب الفقه. نعم. هذا يعني عذر له، وسبب يدعونا نعم. للجواب أيضا. نعم. يعني مستعملة في كتب الأثر، لا سيما مثلا في صدقة الفطر، في الزكوات. نعم. فالمن وحدة قياس للكتلة. نعم. يعني الوزن. نعم. يعني استعمال الوزن علميا اصطلاح غير دقيق، هي الكتلة. نعم. أوزان. ومن مسقط، ويوجد في كتب الأثر مسكد. نعم. يقصد به مسقط. نعم. يساوي 4 كيلوغرامات. نعم. وأما من نزوى فأنا لا أضبطه، من باب من الذاكرة أظن أنه خمس من مسقط. نعم. فإذا كان خمس يعني وزن المن من مسقط 4 كيلو، فهذا يعني أنه 800 جرام. نعم. لكن فيما يتعلق بمن، لأن إذا أطلق المن فيراد به 4 كيلوغرامات، يراد به من مسقط، إذا أطلق هكذا. نعم. وهو الشائع في الاستعمال. لكن فيما يتعلق بمن نزوى فلعل أهل النزوى أدق وأضبط في بيانه، لكن أظن هكذا إن لم تخن الذاكرة في كلام بعض محققي كتب التراف، أنهم قالوا أنه خمس وزن المن، أي من مسقط. والله نعم. تعالى أعلم. جميل. إذا نحن مع من مسقط ومن نزوى سنقف إن شاء الله. شكرا لكم فضيلة الشيخ، جزاك الله خير. كان الأصل أن نطرح سؤالا آخر، لكن الوقت كما يبدو داهمنا، وما قدمتم فيه فائدة عظيمة. شكرا لكم فضيلة الشيخ.